يعني ايه سوفت لاندنج؟ سوفت لاندنج انت هو التعبير جاي من نزول على القمر. لما مركبات الفضاء اول ما تنزل على القمر خلي بالك انها جايه مندفعه بصاروخ، فلا بد انك تعملي قوه مقاومه مضاده علشان لما تيجي المركبه تنزل على سطح القمر وانت مش دارياه كويس درساه كويس قوي ما تعملش مصايب على سطح القمر. فانت السوفت لاندنج هو كيف يمكن ان تبطئي اندفاع حركه الى ملامسه الارض الصلبه بحيث لا تكسر نفسها ما تكسر وما تعملش دامج ما تعملش خسائر نحن لم نستطع ان نحسبها او لا نستطيع ان نحسبها. فاحنا عاوزين سوفت لاندنج. ولذلك لما جم في بعد كده هم شافوا ان الاخوان المسلمين لما شاركوش في الثوره وكانوا عاملين كانوا موافقين على التوريث كويس قوي، وبعدين شافوا انهم دخلوا بشكل ما والحقيقه دخلوا دخول واضح بعدها فبقى تقدر بس عندهم الربع ولا حاجه او عندهم التلت الربع اقل بكل الاحوال اقل. لكن هنا جت مشكله انه السوفت لاندنج في مصر، احنا في مصر يعني لو انه كان امريكان قادرين يشرحوا لحد هنا انه السوفت لاندنج يعني بالراحه انزل بالراحه، لكن انت وقت ما بيتشال الضوء الاحمر اللي محطوط كل حد في مصر بوم تروح نازله ما بقاش سوفت لاندنج بقى رف لاندنج بقى فيري رف لاندنج فيري رف كمان يعني هبوط عنيف على السلطه هبوط ما كان ما كان ممكن انه يحصل. مثلا الاخوان يخشوا اولا اديتي نصايح الخطا، هم ادونا نصايح الخطا انه يا جماعه الحل الوحيد وده قاله جنرال مولن وجالك واضح انه بعد 25 يناير هو المشكله اللي كانت موجوده قدام الشعب المصري هي التوريث. عال اعملوا استفتاء شيلوا المواد اللي في التوريث. وهنا الحقيقه في سؤال مهم جدا، كيف وصل الامريكان لهذه السلطه في مصر؟ وده موضوع قضيه ثانيه يعني دي كارثه، لانه كيف يمكن انه لم تعودي تقدري ان تتخذي خطوه سياسيه الا ما ترجعي لحد تاني. بس هنا دي العلاقه بين المجلس العسكري وبين الاخوان. لا 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 شوفي اقول لك النصيحه الاولى اللي جت واللي مع الاسف الشديد المجلس العسكري ما كانش قادر يميز ولا كان عنده الخبره ولا كان عنده القدره ولا حاجه ابدا. والناس كانوا ناس طيبين لكن ممكن يكونوا طيبين لكن وعيهم السياسي ما حدش يقدر يطلب منهم اكتر مما عارف ايه، ويقولوا ومكلف الاشياء فوق طباعيها حرام. لكن انت جيتي قلتي اعملوا استفتاء واعملوا شيلوا منه المواد الموضع الخلاف وخلاص، وبعدين اعملوا انتخابات على هذا الاساس. وانت الاخوان صدقوا ده ودخلوا بسرعه، فدخلنا في الطريق الغلط من قبلها، دخلنا الى استفتاء علشان نشيل المواد المؤديه للتوريث، دخلنا في انتخابات في هذه الظروف اللي الناس تعرفها، دخلنا 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 الى حيث وصلنا انهم قبل اللي كانوا عاوزين ما ياخدوش مجلس النواب كله بقوا ياخدوا مجلس النواب، اللي عاوزين مش عاوزين رئاسه خدوا الرئاسه، بمعنى ان طلباتهم زادت بمقدار ما رفعت امامهم حواجز. وهكذا وصلنا بقى مش بس عنيف اللاندنج بقى ما بقاش سوفت لاندنج لكن ايضا هارش لاندنج ومراوغ مع الاسف الشديد. وهنا يعني هبوط عنيف على السلطه ومراوغ ومراوغ. طيب بس المراوغه عاوز اقول لك المراوغه من طبع السياسه ممكن تحصل. السياسه لما تتخلى عنها معرفه التاريخ وذكاء القرار بتبقى الفرق بينها وبين الانتهازيه مش كتير قوي. طيب.